سؤالان عن حكم التأمين الطبي، وخصوصا إذا لم يكن هو الذي يدفع المبلغ، تدفعه الشركة ونحو ذلك. أما إذا كانت تدفعه الشركة فلا يسأل عنها، هي التي تسأل. وأما إذا كان فرد من أفراد الناس يريد أن يؤمن فهذا حرام ولا يجوز. أرأيت لو أعطى كل شهر 500 ريال، اضرب 500 في 12 كم تكون؟ 6000. وطيلة العام لم يحتج إلى المستشفى، من الرابح؟ الشركة ولا الإنسان المؤمن؟ الشركة. طيب، إنسان أمن 6000 ريال في السنة وأصيب بأمراض عظيمة احتاجت إلى 60000، من الرابح؟ الشركة خسران. كل عقد يكون مترددا بين الربح والخسارة فهو من الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقارنه بالخمر والأنصاب والأزلام. آية واحدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا يغرنك يا أخي المسلم كثرة من يفعل هذا، الحق حق ولو خالفه جميع الناس، والباطل باطل ولو فعله جميع الناس. نعم. ثم إن المؤمن في الواقع ماذا يعتمد عليه في مرضه وصحته؟ عجيب يا جماعة، لا مو على الله، يعتمد على الشركة. يقول إذا مرضت فالشركة متكفلة بمعالجته، فيكون قلبه متعلقا بغير الله، وهذا قد يخل بالعقيدة، لأن هذا ليس تجارة، هذا يتعلق بالقلب. وإذا تعلق رجاء القلب وخوف القلب بالمخلوق فقد ضاع الإنسان. اجعل أمرك متعلقا بربه عز وجل واعتمد عليه واتكل عليه، والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه.